يصحح واحد الصفقات، والسيد مدير المصالح، رؤساء الاقسام، رئيس قسم التامير مع رئيس قسم الشؤون الماليه، كان بالاضافه الاشخاص الاخرين اللي حضروا معنا بصفه استشاريه. يعني كان هذاك الشيء علنا، ما عندناش مصلحه مع هذه الشركه ولا هذه الشركه، كله بشكل قانوني. يعني اللي عنده ادنى شك بان المسائل ما دارتش هي هذيك او لا الاخر مصداري، حنا راه ما كيجيش شي عضو داخل المجلس، وانا اقولها امام الاعضاء جميعا، راه ما تيجيش شي واحد يطلب شي وثيقه وتنقولوا ليه لا، راه كيطالع عليها. وحنا 12 وثائق، حنا حظينا بالرتبه الثانيه في المجموعه الاولى على مستوى المغرب كامل، من حيث التواصل، من حيث نشر الوثائق ديالنا في السيت، ما كاينش شي حاجه كنخبيو. يعني دازت بشكل قانوني، درنا ثاني سو كوميسيون لجنه باش تيفاليي هذاك العرض التقني وهذاك قبل ما يجي العرض المالي. كانت شركه ولا جوج شركات وحده تم اقصائها لان ما عندهاش الشروط اللي كاينه، لان حنا اشترطنا، المجلس اشترط بان على الاقل هاد الشركه النائله الصفقه اللي غتاخذ الصفقه على الاقل تكون عندها تجربه، يعني يكون عندها شهادتين تاع التدبير المفوض. ومع ذلك باش ما نتسماوش حنا ضيقنا على الشركات، ما اشترطناش التدبير المفوض ديال الاسواق الاسبوعيه. المداخل الجماعه سنويا ما نحسوش بانه كاين واحد وكانه دين ولا شي حاجه اللي كنعطيوها مره واحده، وما كتبقاش عندنا في المداخل تاع السوق ولو سنتيم. ونعطيكم مثال، راه اللي كياخذ غير قرض، وقرض بدون فائده، هذا ماشي باش باش يقرض ولكن بدون فائده، فرق ما بين اللي كياديه في 5 سنين وفرق ما بين اللي كياديه على 10 سنين. هذاك اللي كياديه على 10 سنين وكانه دار شي ابونمون كاع ما كيحس بها، ما كتاثرش عليه، وكتب كيبقى لو صالير ديالو ولا هذا، راه ما تيحش كاين شي فرق كبير. بينما هذاك اللي كي اللي تيديرو في عامين ولا 3 سنين ولا حتى 5 سنين، راه كيتزير، ما كيبقى عنده والو وكتاثر عليه. هذا هو المنطلق ديال 10 سنوات. حنا في التدبير المفوض كاسلوب حديث راعينا ماشي غير يعني مداخل الجماعه، راه تجويد حتى الخدمه، راه سميتو مركب الخدمات الجماعيه. يعني حنا ماشي دائما تنظر الجماعه بانها خاصها تحافظ على المداخل 100% وتنميها بواحد الشكل كبير، وانها كتضرب يعني الخدمه اللي كتقدم للمرتفق بواحد الشكل كبير. لا، رحنا حتى ولو ان الجماعه ادات واحد شويه ولا بلوس، وكان المرتفق كتقدم ليه خدمه جيده، راه ما كاين باس. وماشي ما كنهضروش حنا على في السوق، كنهضروا عموما. يعني التدبير المفوض كله ايجابيات، هذه رؤيه ديال المجلس، هذا توجه ديال الدوله ديال وزاره الداخليه، تحث على الخروج من النمط الكلاسيكي، يعني توجه لهذا النمط الجديد اللي تيخلي الجماعه انها كتحفظ الموارد ديالها وكتنميها، وبالتالي كيكون واحد التدبير جيد للسوق. حاجه اخرى، لاول مره حنا راه حتى المصاريف ديال اولا فواتير الماء والكهرباء والتتبع من طرف مكتب الدراسات والمهندس المعماري حتى هي على لا شارج ديال المفوض اليه. يعني الا جينا نحسبوا هادشي كله، نحسبوا هذا المبلغ ديال الاستثمار اللي هو 17 مليون، يعني 17 مليون كانت غادي تاديها الجماعه فاذا به، لا ما غاديش تاديها الجماعه، غادي تاديها بواحد الشكل اللي ما غاديش تحس به. زائد يعني قسموها على 10 سنوات، لا قسمنا 17 مليون على 10 سنوات، زائد المبلغ تاع الكراء اللي بغيت تعطانا اللي هو 250 مليون، زائد المصاريف اللي غادي تكون على عاتق المفوض اليه، راه حنا كنكونوا فتنا واحد 36 مليون شهريا. وبالارقام يعني ماشي شي حاجه تاع الخيال كنقولها، في حين واحد كاين اللي كيقول باعوا السوق بشحال 20 ولا ما عرفتش شنو، ماشي غير مغالطات، هذه ادعاءات وافتراءات، لانه يعني الحقيقه وعارف التفاصيل ديال الامور. يعني من العيب والعار ان تجد يعني مستشار معاك داخل المجلس اللي صوت بعد النعم الموافقه المبدئيه على التدبير المفوض، وصوت حتى على الاتفاقيه بنعم، يمكن فتره ديال